أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال حديثنا حول باب الاشاره والنص على ابي محمد الحسن العسكري عليه الصلاه والسلام من كتاب الكافي الشريف الحديث العاشر من احاديث هذا الباب عن ابي هاشم الجعفري قال كنت عند ابي الحسن الامام الهادي بعدما مضى ابنه ابو جعفر السيد محمد واني لا افكر في نفسي اريد ان اقول كانهما اعني ابا جعفر وابا محمد في هذا الوقت كاب الحسن موسى واسماعيل ابن جعفر ابن محمد وان قصتهما كقصتهما اذ كان ابو محمد المرجى بعد ابي جعفر فاقبل علي ابو الحسن قبل ان انطق فقال نعم يا ابا هاشم بدا لله في ابي محمد بعد ابي جعفر ما لم يكن يعرف له كما بدا له في موسى بعد مضي اسماعيل ما كشف به عن حاله، وهو كما حدثت نفسك وان كره المبطلون، وابو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج اليه ومعه اله الامامه. ذكرنا في الحلقات الماضيه ان السيد محمد المدفون في بلد كان أكبر أبناء الإمام الهادي، وكان لعلمه وفضله وورعه وتقواه يخيل للناس أنه الإمام من بعد الإمام الهادي، فخرج حاجاً من سامراء، وتوفي في بلد في منطقه تقع قرب سامراء في جنوبها بفاصله ما يقارب الخمسين كيلو مترا ودفن هناك وله مزار معروف فهناك تبين انه لم يكن الامام لانه مات في حياه ابيه في هذا الحديث الشريف ابو هاشم الجعفري وكان من ذريه جعفر ابن ابي طالب لذلك ينسب اليه فيقال له الجعفري وكان من خيره اصحاب الامام الهادي والامام العسكري من افاضل اصحابهم في ورعه وتقواه ووثاقته. الإمام الهادي ما كان قد ذكر له الإمام من بعده، ولعله كان تقية لحفظ الإمام العسكري من السلطة الغاشمة العباسية، التي كانوا يترصدون بالأئمة من أهل البيت. في قتلهم والتنكيل بهم. فأبو هاشم يقول حينما توفي السيد محمد دار في خلدي هذا الكلام في ذهني دار هذا الكلام، أنه تبين لي أن السيد محمد لم يكن هو الإمام، وأن الإمام سيكون الحسن العسكري، وأن قصة السيد محمد وقصة الإمام أس... الإمام الحسن العسكري كقصة إسماعيل والإمام الكاظم ابني الإمام الصادق، لأن إسماعيل رضوان الله تعالى عليه كان أكبر أبناء الإمام الصادق. وأمه أيضا علوية فاطمية، وكان جليل القدر، كان عالما ورعا، فالناس كانوا يتوسمون فيه صفات الإمام، لكنه توفي في حياة الإمام الصادق، فتبين للناس أنه لم يكن الإمام ولو ان الله سبحانه وتعالى اراد له ان يكون هو الامام لابقاه حيا بعد وفاه والده وقد ذكرنا فيما مضى ان من علائم الامامه ان يكون اكبر ابناء ابيه الاحياء حين وفاه الوالد اما اذا توفي في حياه الوالد فهذا يتبين انه لم يكن اماما مثل علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه علي الأكبر هو أكبر أبناء الإمام الحسين لكنه استشهد والإمام الحسين حي فهذا دل على أنه لم يكن هو الإمام وإنما الإمام هو الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام على رغم أن علي الأكبر له منزلة عظيمة في علمه وفي ورعه اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وبعض العلماء ايضا اثبتوا عصمته كان معصوما بالعصمة الصغرى، يعني انسان جليل القدر لكنه لم يكن هو الامام، الامام هو الامام زين العابدين، هكذا اسماعيل والامام الكاظم الإمام الكاظم هو الذي كان الإمام الله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى ذلك لكن إسماعيل كان الأكبر وكان عالما فاضلا ورعا يتوسم الناس فيه سماء الإمامة لكنه توفي في حياة والده فهذا أبو هاشم الجعفري يقول أنا في ذهني دار أن أمر السيد محمد الاكبر الذي توفي في حياه الامام الهادي والامام الحسن العسكري الذي هو كان اكبر الابناء الاحياء حين وفاه الامام الهادي قصتهما كقصه اسماعيل والكاظم عليهم الصلاه والسلام يقول هذا دار في ذهني الإمام الهادي عليه السلام علم بما دار في ذهنه، لأن الله سبحانه وتعالى يلهم الإمام، وفي حديث وفي أحاديث أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعلمون بما يفعله الناس وما ينوونه بتعليم من الله في الحديث الشريف انه من كل بلده يخرج عمود نور ولعله ملك من الملائكه على صوره نور. الائمه ينظرون الى ذلك العمود من النور فيعلمون عن طريق هذا العمود جميع ما يفعله اهل تلك البلده وما ينوونه. ولذلك في يوم القيامة يشهدون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون في هذه الآية المقصود بهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يخبرهم بذلك عن هذا الطريق وعن طرق أخرى. فالإمام عليه الصلاة والسلام علم بما دار فيه خلد وفي ذهن أبي هاشم الجعفري، فقال له هذا الكلام: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له، ذكرنا في بحث البداء أن الله سبحانه وتعالى قد يُظهر أمرا ولكن يغير ذلك الأمر، لأن إظهار ذلك الأمر بيده والتغيير بيده، يعني الله إذا قدر شيء هل يتمكن من من تغييره أو هو عاجز؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، على كل شيء قدير، إذا قدر أمرًا فيمكنه أن يغير ذلك الأمر، أو إذا أظهر أمرًا حتى إذا ما مقدره يمكنه أن يغير ذلك الشيء الذي أظهره. في التشريع كذلك، في التكوين كذلك. في التشريع مثل قصة إبراهيم وذبح إسماعيل. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل. وقبل أن يذبحه الله سبحانه وتعالى غير الحكم، نسخ ذلك الحكم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا وكذلك في التكوينيات الله سبحانه وتعالى قدر عذاب قوم يونس لكنهم تضرعوا فالله سبحانه وتعالى غير التقدير اللي يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من تغيير ما قدره هذا الكلام كفر لأنه إدعاء العجز ومن يدعي أن الله عاجز فهو كافر، هذا كاليهود الذين زعموا أن أن يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وقدر الأمور فيه. بعد يزعمون انه لا يتمكن من تغييرها يده مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى شرع الاحكام وقدر التقديرات لكنه لا يعجز عن نسخ تلك الاحكام وعن تغيير تلك التقديرات وأحيانا الله سبحانه وتعالى لا يقدر، لكن يظهر أمرا لمصلحة ثم يظهر غير ذلك الأمر. الناس الله سبحانه وتعالى جعل السيد محمد أكبر أبناء الإمام الهادي هذا بقضاء من الله سبحانه وتعالى. فلأنه أكبر أبناء الإمام الهادي والله سبحانه وتعالى قدر له ان يكون عالما فاضلا تقيا نقيا ورعا هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. هذه التقديرات الالهيه بان جعله اكبر ابناء الامام الهادي وانه مهتدي عالم فاضل ورع تقي سبب ان يتصور الناس انه هو الامام. لماذا تصور الناس انه هو الامام؟ لان الله قضى بان يكون اكبر الاولاد قدر بان يكون عالما ورعا. فلما الله سبحانه وتعالى اختاره الى جواره في حياه الامام الهادي ظهر للناس انه لم يكن هو الامام، وهذا نوع من انواع البداء البداء شنو هو؟ أن يقدر الله سبحانه وتعالى أمرا ثم يغير ذلك التقدير، كما أن الله سبحانه وتعالى يحكم بحكم تشريعي ثم ينسخ ذلك الحكم التشريعي، هذا نوع من أنواع البداء، ونوع آخر من أنواع البداء أن يظهر الله سبحانه وتعالى شيئا ثم يظهر خلاف ذلك الشيء، وكل ذلك لمصلحة، كل يوم هو في شأن لمصلحة هكذا. فالإمام الهادي يقول نعم، كما أن الله سبحانه وتعالى قدّر أمور لاسماعيل عليه السلام، فظن الناس أنه هو الإمام، ثم بعد ذلك قدر وفاته في حياة أبيه، فعلم الناس بأنه لم يكن هو الإمام، وهذا نوع من أنواع البداء، كذلك بالنسبة إلى السيد محمد والإمام الحسن العسكري، ثم بعد ذلك الإمام الهادي ماذا يقول؟ يقول: أبو محمد يعني الإمام الحسن العسكري، ابني الخلف من بعدي يعني هو الذي يخلفني في الإمامة عنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة لأن الإمام يكون أعلم أهل زمانه وهذا مرة سابقا في أبواب علم الأئمة شنو أنت تحتاج إليه من مسائل الدين أو مسائل الدنيا الإمام يعلمه فهذه علامه من علائم الامامه موجوده فيه ومعه اله الامامه يعني الوسيله التي تثبت امامته مثل مواريث الانبياء مثل المعاجز تظهر على يده المعاجز وايضا النصوص من الرسول والاباء السابقين عليهم جميعا الصلاه والسلام الحديث الحادي عشر من أحاديث باب الإشارة والنص على أبي محمد الحسن العسكري حديث على اختصاره يتضمن عدة علائم من علائم الإمامة في الإمام الحسن العسكري، منها أوصافه وأخلاقه، ومنها معاجزه التي تدل على أنه هو الإمام ومنها انه اكبر ابناء الامام الهادي الاحياء حين وفاه الامام الهادي، ومنها انه يمتلك شروط الامامه، ومنها انه عالم بكل ما يحتاج اليه الناس، هذا الحديث على اختصاره تضمن هذه الامور الخمسه. كتب ابو الحسن الامام الهادي ماذا كتب؟ أبو محمد الحسن العسكري، أبو محمد ابني أنصح آل محمد غريزة صلى الله عليه وآله وأوثقهم حجة، وهو الأكبر من ولدي أو من ولدي، وهو الخلف، وإليه ينتهي عرى الإمامة وأحكامها فما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج إليه هذا الكتاب هذه الرسالة ثلاثة أسطر لكنها تتضمن أمور خمسة أولا أنصح آل محمد غريزة النصيحة بمعنى الخلوص. إذا نصحوا لله في القرآن الكريم، نصحوا لله يعني شنو؟ يعني أخلصوا لله. وإذا أنت تنصح واحد لماذا هذه سميت نصيحة؟ لأن أنت عندما تذكر له وعندما تنصحه أنت نيتك خالصة. لا يشوبها غرض مادي أو غير مادي لنفسك. ولذلك لأنه موعظتك إرشادك خالصة لا أغراض لنفسك في تلك النصيحة لذلك سميت نصيحة لذلك الإنسان يجب أن ينصح لله يعني شنو يعني يخلص له ينصح للرسول يعني شنو يعني يخلص للرسول يطيعه في كل شيء ينصح للمؤمن نية تكون خالصة في تعامله معهم وإذا يذكر لهم كلام بنية خالصة مو أنه يقول له فتشي يريد يجر منفعة لنفسه والغريزة يعني الطبيعة فالأنصح غريزة يعني شنو؟ يعني أخلاق وخصوصيات لا نقص فيها فلا تشوبها الرذائل والنقائص زين اذا هو كان افضل الذريه الباقيه من ال محمد في ذلك الزمان، معنى ذلك انه هو الامام لانه ما لا يعقل ان يكون شخص افضل من الامام في اي شيء، الامام افضل من الذين يعاصرهم في كل شيء، لان الله حكيم إذا اكو واحد أفضل من الإمام، ذاك لازم يكون الإمام. تقديم المفضول على الفاضل هذا قبيح. والله سبحانه وتعالى يتعالى عن القبيح. فلمن يريد يختار شخص للإمامة يصطفيه. يريد يختار شخص للنبوة يصطفيه، فالأنبياء أفضل الناس في أهل زمانهم، نعم إذا كان هناك نبيان في زمان واحد. مثل موسى وهارون. موسى افضل من هارون لكن موسى نبي. هارون ايضا نبي، فلا احد من عامة الناس افضل من هارون الا موسى اللي موسى هو نبي ايضا. فحينما يقول انصحوا آل محمد غريزة يعني في هذا الزمان ماكو واحد من ال محمد صلى الله عليه واله افضل من الامام العسكري في أخلاقه وفي سجاياه معنى ذلك أنه هو الإمام لو أكو واحد أفضل منه اختيار هذا للإمام على ذاك هذا قبيح والله سبحانه وتعالى يتعالى عن القبيح الخبي... فهذا أولا أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة يعني أكو ناس يدعون الإمامة أدعياء الإمامة كثر كما ان هناك ادعياء النبوة يتنبؤون. في زمان رسول الله محمد صلى الله عليه واله مسيلمة ادعى انه هو النبي. ولقبه المسلمون بالكذاب. سجاح كانت امراة ادعت النبوة. أدعياء النبوة كثر. حتى الآن في هذا الزمان اكو ناس يدعون النبوة. وكذلك أدعياء الإمامة. كثر ليش؟ لأنه يريد يستفيد من الناس يشوف الناس جهلة يريد يستفيد من جهلهم مكاسب مادية يحصلها رئاسة فلوس أحيانا السياسة تتدخل الآن الاستعمار في القرون الأخيرة صنع أديان ومذاهب وهذه الأديان والمذاهب كانت مثلا يد الاستعمار في بعض الشعوب المسلمه وغير المسلمه. اكو احيانا مو استعمار، واحد يفكر في مصلحته. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل مائز بين النبي الحق والمتنبي الكاذب. بين الامام الحق وادعياء الامامه الكاذبين. جعل الحجه. المعجزة من الحجج، النصوص في القرآن وفي الروايات المعتبرة هي الحجة أيضا، بس بشرط أن يفتهم النص بشكل صحيح، إذا ما افتهم النص بشكل صحيح يصير مثل الخوارج الذين بدأوا يعارضون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وشعارهم آية قرآنية، إن الحكم إلا لله. أمير المؤمنين كان يقول كلمة حق يراد بها باطل ما مفتهمين معنى الكلمة تفسير الباطل للكلمة أدى بهم إلى الخروج على أمير المؤمنين والقتال معه وهكذا في هذا الزمان لذا المؤمنون يجب أن يكونوا واعين مو كل واحد جاء ادعى فد ادعاء بعدين ذكر له آية ورواية وفسرها بالآراء الباطلة يركضون وراه يشوفون الله سبحانه وتعالى والرسول الأئمة ماذا قالوا الكلام الحق لذا الإمام الهادي ها هنا ماذا يقول؟ يقول وأوثقهم حجة الحجة التي يحتج بها على إمامته هذه هي الحجة القوية الوثيقة من معجزة او بالنصوص من ابائه الصادقين. وهو الاكبر من ولدي او من ولدي. لان سيدنا محمد عندما توفي من تبقى من اولاده اثنان كانوا او ثلاثة الاكبر هو الامام الحسن العسكري ومن علائم الامامة ان يكون اكبر ابناء والده الاحياء حين وفاة الوالد. وهو الخلف يعني يخلفني هو ما يموت في حياتي حتى تقول ها هذا هم مات في حياته فهو لم يكن الامام واليه ينتهي عرى الامامه عرى جمع عروه العروه شنو هي الحلقه التي يتمسك بها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى المراد بها هنا الوسيله التي تكون شرطا للامام مثل العلم مثل العصمه وما الى ذلك واحكامها يعني احكام الامامه تنتهي اليه شروط الامامه موجوده فيه وما يترتب على الامامه ايضا يرتبط به بعد ذلك يقول فان كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج اليه عند العلم لأن العلم أيضا من علائم الإمامة. أدعياء النبوة، وأدعياء الإمامة الكاذبون هؤلاء عادة جهلة. عندما يتكلم تشوف كلامه بغلط. اكو واحد ادعى النبوة قبل ميتين سنة. أول ادعى أنه باب للإمام المهدي. بعد ذلك ترقى ادعى انه هو الامام المهدي بعد ذلك ترقى ادعى انه نبي بعد ذلك ترقى ادعى انه اله هذا عندما كان يتكلم وعندما كان يكتب كان كلامه مغلوطا الفاعل ينصب المفعول يرفع من حرف الجر كانت عنده مثلا حرف رافع مو حرف جار، وكذلك في كتاباته. زين هذا شلون نبي؟ أو شلون إمام؟ أو شلون إله؟ لا يعرف الكلام الصحيح. فأجا شاف فضيحة تصير له، ادعى أنه أوحي إليه أنه خلاص بعد أنتو هذا النحو والصرف لا تراعوه. أنا حررتكم منه. والجهل من الناس مثلا البعض كانوا يصدقونه في ذلك لجهلهم لذا تشوف الذين منحرفون يدعون هذه الادعاءات الذين يتبعونهم الناس الجهلة الجهلة في مسائل الدين يمكن يكون عنده شهادة في علم من العلوم يكون عنده دكتوراه مثلا أو يكون عنده هندسة أو يكون عنده خبرة في بناء خبرة في كذا بس في المسائل الدينية جاهل لأنه جاهل يخدع بأحابيل هؤلاء الأدعياء لذا العلم من الصفات التي ميزت الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وبه التفاضل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فإن كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج اليه. شنو تحتاج اليه من امر دينك ودنياك يوجد عند الامام الحسن العسكري. وهناك احاديث اخرى ايضا في هذا الباب نتركها الى حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.